الرحمن الرحيم. مرحبا بالوجود الشابة وهذا الحضور المتميز هذا اللقاء هذه الجلسة الثانية من جلسات الرجاء باس لطاولة دورته الثامنة عشرة. وهذا حسب ما نقول يعني هذا الجو وهذا المنزل كثير من الإخوان يدخلوا لهنايا يذكرون خلالهم المهرجان الأول للموسيقى الأندلسية الذي أقيم بفاس سنة 1982 هذه 30 سنة وأزيد. ويذكرون كذلك كثير من الحنين وكثير من الإكبار سي محمد العربي 80 اللي كان نجم عن جانب بقية الأجواء ديالنا العتيدة القوية الحاجة كريم الرئيس محمود سعد المرابط إلى آخر المسلمين المحاضرين مصر التعزيل يا أخي رشاقة الله أنا بلي يعني كل الأحتمالين ديالنا في المغرب كل المدن العريقة اللي شفتها بالتراث كلهم تعتزوا بهم واحدا واحدا وكذلك شفتوا الشباب تعتزوا بهم. إذا فتحية لجو شباب تطوان صور الفنان المحبوب الشاب سيفان بن كيران واللي كان يضم وجوه كلها من الفنانين الكبار ديال الفنانين وفي انه كان حضر مع 80 سنه 82 اذا توكلنا إذن تل مرحبا بكم وهذا الجو إذا الواقع تأسس كيف الحاج شوفة كتاب عام 2012 فهو تأسس خوي علاش تأسس خوي لأنه تأسس على ركيز ممتاز على أننا الحمد لله كنحبهم ومتمكنين وفيهم كل الشباب وفيهم الشيوخ اللي يجمعوا الحكمة والمعرفة ديال هذا الفن الآلة لأن الآلة ماشي غير إتقان فقط ولكن كذلك معرفة وتمكن من النوبات المميزة. إذا خليكم ما نقولش عليكم خليكم في هذه المتعة اللي غتدوم ربما ساعتين إن شاء الله ساعتين على الميزان المميز الرائعة